بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مدارس عشتار الابتدائية الأهلية، أرحب بكم لهذا اليوم ودرس جديد من دروس القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الرابع الابتدائي. يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. حبايبي الحلوين، درسنا اليوم راح يكون من دروس الحديث النبوي الشريف. درس اليوم بعنوان فضل الصلاة التامة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هو للحفظ. بداية نذكر قوله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكيد كلكم سامعين هذه الآية القرآنية بداية لما يبدي المؤذن يؤذن لوقت الصلاة، يبدأها بهذه الآية الكريمة. فإذا حديث اليوم راح يكون هو: سأل أحد الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: كيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ فأجاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكرر قراءة الحديث. قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم للسائل: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكرر قراءة الحديث. انتبهوا علي يا طلابي. سأل أحد الصحابة النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: كيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ فأجاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى حديث هذا اليوم هي أن الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم معناها إننا ندعو الله أن يزيد في فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبركته، ويجعل له المقام المحمود. وإن الصلاة على النبي وآله هي حسنة تزيدنا حبا بالنبي وآله والاقتداء بهم، وتجعلنا ذاكرين للنبي دائما. ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء إلا بعد ذكر الله تعالى والصلاة على نبيه وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى على النبي فإنه يصلي عليه، أي يغفر له ويزكيه ويبارك به. يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، أي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة على محمد وآل محمد يسجل به الله سبحانه وتعالى 10 حسنات في كل مرة يذكر فيه الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقد ذكر أيضا الرسول معنى البخيل وقيل. قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. من هو البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. كلنا سوا نذكر الصلاة على محمد وآل محمد لكي نزيد بالحسنات وذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وفي كل حين. إذن اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعتبر الصلاة على الحبيب مع ذكر الله سبحانه وتعالى فهي تشرح الصدر وتريح القلب وتكفر الذنوب من العبد. وتوجد صيغ عديدة للصلاة على محمد وآل محمد، فهي أيضا كما ورد في درس هذا اليوم اللي دائما لازم نكرره ونحصل من عند حسنات، اللي هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نتعلم من درس اليوم أنه الصلاة على محمد وآل محمد تكون في كل وقت وفي كل حين. أول وقت اللي دائما نسمعه ونذكره هو وقت الأذان، فإذا قبل أن يبدأ المؤذن أو عند سماعنا لصوت الأذان نذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وكذلك في يوم الجمعة، يوم الجمعة من الأيام المباركة، فأمرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نزيد من ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أيضا في هذه الأيام المباركة اللي إحنا نمر بها وهي أيام شهر رمضان المبارك، فقد كان يوصينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دائما بزيادة الصلاة على محمد وآل محمد. وأيضا نلاحظ دائما الصلاة على محمد وآل محمد تكون بعد اسم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. في أي موقع وفي أي مكان يذكر فيه اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكتب بعده الصلاة كاملة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا نسمع هذه التكبيرات دائما وبشكل مكرر في تكبيرات العيد وفي موسم الحج. فإذا كل هذه الصلاة على محمد وآل محمد وأهميتها راح نتعرف من فضلها أنه ذكر الصلاة على محمد وآل محمد هو بمغفرة للذنوب وببلوغ المسلم بعد ما يصلي الصلاة المسلم على النبي محمد وآل محمد راح يحصل بها إضافة إلى الحسنات، يحصل بها راحة القلب وبلوغ مبتغى من الله سبحانه وتعالى، حيث أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعد كل ما أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا أنه قبل كل دعاء ذكر الله سبحانه وتعالى وبعدها ذكر الصلاة على محمد. فتكون هذه كوسيلة لنقل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هي ذكر الله وذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وأيضا هي تعتبر من علامات الإيمان، حيث أن كثرة الصلاة على محمد تدل على محبتنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإضافة إلى توقير الرسول وزيادة في منزلته، وبها نرد إلى شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورفع الدرجات ومحو الخطايا. إذن كل هذه الأمور تجعلنا دائما أن لا ننسى ذكر الصلاة على محمد وآل محمد لذهاب الهم ومغفرة الذنوب. بعد ما عرفنا أهمية فضل الصلاة على محمد وآل محمد، أوصيكم حبايب الحلوين في كل وقت وفي كل حين بزيادة ذكر الصلاة على محمد وآل محمد، وقول وحفظ قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إجابة لأحد أصحابه حين قال له: كيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ أجاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن حبايبي الحلوين، المطلوب من درس هذا اليوم هو حفظ الحديث المذكور وأكرر قراءة الحديث كي يكون عليكم سهل إن شاء الله. وهو قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إجابة لأحد أصحابه حين سأله كيف الصلاة عليك يا رسول الله، قال له قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا المطلوب هو حفظ الأحاديث الصغيرة الباقية اللي تخص فضل الصلاة على محمد وآل محمد. الأول هو من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، هذا هو ذكر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الصلاة على محمد وآل محمد. وأيضا البخيل، معنى البخيل عند الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعزائي التلاميذ، بعد ما وصلنا إلى نهاية درس هذا اليوم إن شاء الله يكون لنا تواصل معكم في الأسبوع القادم ودرس جديد من دروس القرآن الكريم والتربية الإسلامية. وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وإن شاء الله راح يكون لنا تواصل معكم آخر في البث المباشر مع درس هذا اليوم، ونحفظ الحديث سوية وإن شاء الله نلتقي على خير. إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.